والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو أستاذ أوليفييه رابوفيتش، ضابط احتياطي في الجيش الإسرائيلي. أهلا بك أستاذ أوليفييه. معنا بداية لتفسر لنا، هل بالفعل نوعية هذه الطائرات، نتحدث عن سوخوي 35، يمكن بالفعل أن تهدد أمن إسرائيل كما يقولون؟ برور بلا شك. مساء الخير بداية. واضح روسيا هي دولة عظمى عسكرية، وروسيا مقابل المسيرات التي تحصل عليها من إيران وقعت على اتفاق نقل السلاح، من بين ذلك سرباني من الطائرات المتقدمة على ما يبدو سوخوي 35. هذا ليس السلاح الأكثر تطورا في العالم، لكنه سلاح متطور جدا، بالإضافة إلى القوة الجوية الإيرانية. والإيرانيون يبحثون اليوم عن توسيع وزيادة قدراتهم العسكرية ضد إسرائيل وضد دول أخرى في المنطقة. لا شك أن هذا ليس بالأمر الجيد. طب ما هي الخطوات التي تتخذها إسرائيل في هذه المرحلة بعد هذا الإعلان الإيراني اليوم عن تسليم هذه الطائرات والمقاتلات في الأشهر المقبلة؟ بداية البيان ليس جديدا ولا يعود اليوم. نحن نعرف هذا منذ أسابيع، أنه يتم التوقيع أو تتبلور صفقة مساعدات عسكرية من روسيا إلى إيران. بالنسبة لإسرائيل، ما يمكن القيام به وعدة أمور. الأمر الأول هو المسار الدبلوماسي بين السلطات الروسية والسلطات الإسرائيلية، وليس سرا أن توجد علاقات جيدة بين السلطتين. وأحد الأسباب أن إسرائيل على الحياد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع كل انتقاد هذا الحياد، هو أن الموقف الإسرائيلي يتيح للحكومة الإسرائيلية أن تتحاور مع السلطات الروسية في قضايا عدة، من بينها هذا الملف. نحن لا نعرف ماذا تم التحاور عليه حتى الآن وماذا كان الرد الروسي. الأمر الثاني هو ضغط غير مباشر إسرائيلي بواسطة دول حليفة لإسرائيل يمكن أن تناور في المنطقة. والأمر الثالث هو عملية استخباراتية، وإن احتاج الأمر عملية عسكرية. إسرائيل تحافظ على ضبابية في غالبية الوقت فيما يتعلق بإيران، ونحن نعرف أن هذه الضبابية، ورغم هذه الضبابية، إسرائيل تنشط للحد من القوى الإيرانية. يعني هل يمكن أن نرى كرد إسرائيلي على كل التحركات الإيرانية؟ هل يمكن للرد أن يقتصر فقط على سوريا كالمعتاد، أم أنه يمكن أن نرى ضربات إسرائيلية في عمق دول أخرى وأيضا في العمق الإيراني؟ سؤال المليار. نحن نعرف أن الإيرانيين يقتربون من السلاح النووي، وهم يريدون تطوير قنابل نووية لتهديد دول ومن بينها إسرائيل. نحن نعرف أن إسرائيل ليست وحدها في المعركة ضد إيران. الولايات المتحدة ودول أخرى خاصة في أوروبا يرون اليوم بإيران عدو يجب الحد من قوته وضربه إن احتاج الأمر. وهنا ذكرت سوريا، وأنا سعيد أن أقول لك أنه في نهاية المطاف المجتمع الدولي فرح جدا من العمليات الإسرائيلية في الميدان السوري ضد بنى تحتية عسكرية إيرانية. بالإضافة إلى إسرائيل، نحن لا نعرف من كان بإمكانه أن يمنع من إيران أن تتموضع بشكل قوي في سوريا. بالنسبة للخيارات الأخرى والساحات الأخرى، ذكرت العمق الإيراني. أنا أعتقد أن هذا الموضوع لا يمكن الحديث عنه طالما نحن لا نعرف تفاصيل الأمور. كل ما أقوله لن يكون جديا. سيكون هناك تغيير مع دخول الحكومة الجديدة وعودة نتنياهو، ونعرف أنه الملف الإيراني هو أحد الملفات الهامة، وأيضا يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أريد أن أشكرك حتى هذه اللحظة، ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي أستاذ أوليفييه رافيتش. شكرا. عفوا.